تعالوا نشوف حضراتكم قلتوا ايه. نبدأ بأول بوست معانا مشاهدينا الكرام. هتشوفونا على البث المباشر وهتتابعونا على صفحة مكملين وصفحة أحمد العرب. أخبار الشرق الأوسط بتقول استئناف عملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند. استئناف عملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند. فرق الإنقاذ في تايلاند تستأنف عملها لإخراج آخر مجموعة من الأطفال العالقين في الكهف في عملية عالية الخطورة بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضانات. طيب مشاهدينا الكرام تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع مع بعض تاني. ده كان فيديو مهم جدا تشوفوه مشاهدينا الكرام. خلينا نوه واقول لكم ان انتوا عشان تتابعونا في البث المباشر تتابعونا على صفحه مكملين دوت تي في وكمان صفحه احمد العربي صفحتي الشخصيه اللي بتظهر حالا امام حضراتكم على الشاشه. خلونا مشاهدينا الكرام نقول ان بعد كده الناس علقت على الفيديو على الخبر ومعانا اول تعليق لمحمد البرادعي. العالم كله يتابع بقلق بالغ وتعاطف شديد العمليه الجسوره في تايلاند لإنقاذ الأطفال المحاصرين، مشهد رائع في التضامن الإنساني، دعواتي لهم بالنجاة. لا أتمالك في نفس الوقت من أن أسأل نفسي لماذا فقدنا في العالم العربي مثل هذا القدر من التعاطف العالمي مع مآسينا. هو ببساطة شديدة جدا سؤال مهم جدا من محمد البرادعي. كان الأولى نسألك السؤال ده على شهداء مصر اللي راحوا في مجازر النظام وانت فضلت ساكت، مفيش أي تعاطف، مفيش أي حاجة. يلا نروح من الدكتور البرادعي نروح لطارق بدر. طيب ده فيديو تاني اهو مشاهدينا الكرام زي ما انتم شايفينه كده. الفيديو زي ما انتم شايفين انا يعني بنستعرض الفيديو مع حضراتكم اهو. ودي الشركه صنعت الغواصه دي عشان يبداوا ينقذوا بيها الاطفال. زي ما انتم شايفين كده على الشاشة. طيب بعد ما شفنا الفيديو بقى مشاهدينا الكرام تعالوا نروح لهاني صبح ونشوفه قال ايه مع بعض. تخيلت درجة صعوبة إنقاذ أطفال تايلاند اللي الطبيعة حصرتهم بشكل هوليودي داخل كهف اتغمر من جميع الجهات بالماء ورئيس الوزراء ساحب بطانية وبيت لهم لحد ما يخرج آخر طفل بالسلام. ثم عدت وتخيلت درجة سهولة إصدار أمر بإقلاع حتة الطيارة لم يحدث لإنقاذ شباب عالقين على جبل سانت كاترين وتركوا للموت متجمدين. فدعوت الله أن تكون جنسيتي شفيعا لي يوم القيامة. هي دي مصر لو قارنت اللي بيحصل في المصريين في عهد عبد الفتاح السيسي مع أي دولة في العالم هتكتشف أننا وصلنا إلى القاع. وإذا كان النظام بيسعى لقتل الشعب إزاي في نفس الوقت ممكن يشارك في انقاذ الشعب اللي هو المفروض بيقتله؟ يلا نروح لحسام سرور. لو اطفال كهف تايلاند في مصر غالبا كانت الحكومه عملت الاتي: لبستهم قضيه مخدرات او قالت عليهم جماعه محظوره. سلطت احمد موسى واخوانه يشتموهم يوميا في الاعلام. بعتت نفرين قوات انقاذ يتصوروا في الموقع والاعلام يقعد يمجد في بطولتهم. يردموا الكهف على اللي فيه ولو مش عاجبك خلي اي حد ينقذهم. كانوا هيقولوا هؤلاء ارهابيين تسللوا من غزه للقيام بعمليه ارهابيه. أو سيبناهم يموتوا عشان تصريح الهليكوبتر بياخد 3 أيام زي شباب سانت كاترين.
او سيبنا الاطفال في الكهف وعملناه مزار سياحي ونجيب بقى ناس من نزله السمان بخيول وجمال وكم واحد بتاع بطاطا وذره وكم مذيع يعمل برنامج وتبقى سبوبه حلوه. مصطفى بكر هيقول العيال دول اخواننا دفهم احراج مصر وتشويه صورتها امام العالم. السؤال الشهير ايه اللي وداهم هناك؟ هنروح لاخر بوست معانا مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع نقراه مع بعض. خليفه الجميلي بيقول قتل في سوريا قتل في سوريا وانقاذ في تايلاند. قصه الاطفال التايلانديين المحبوسين داخل كهف والتي تحظى بتغطيه واسعه مع مشاركه 1000 خبير عالمي، ولا تهتم هذه الدول في انقاذ الاطفال في سوريا بل تشارك بنفسها او اسلحتها في قتل عشرات الالاف من اطفالنا في سوريا واليمن وليبيا. انسانيه العالم المتوحش.